يلا واحد. نعم شيل الجاكيت يا اخ. والله 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 شيء انت المؤتمر كذا. امي الاولى سهله لقمه. اولا نرحب بال ورا ما توخر او شيء انت حلو حلو ترمينا كذا. نرحب اولا بكل المنضمين لنا في هذا المؤتمر الاعلاميين المحررين الصحفيين الزملاء في الجرائد الاعلاميه كل الاعلاميين الموجودين. طبعا في تحدي طائره ولكن لا يمكن يكون هناك تحدي بدون مهر. فمهر هذا التحدي ان يقوم رجل شجاع تمام بالتحدي. ها نريد خروفا نريد دجاجا نريد غزالا. يجب ان يكون التحدي على ها. لا لا انا اللي بيتحدى يا شباب يجي للمؤتمر. اللي يتحدى يقول انا ابغى فريق يتحدى يجي للمؤتمر. ايوه عشان الاثنين اللي حيقعد هنا واحد منهم حيتحدى. قائد فريق النسور. ها النسور تعالوا قعد. اللي يتحدى مين يا شباب الثاني؟ انا اتحدى. تحدي ترى فيها شيء فيها ثمن. ايش الجائزه؟ منو الحين نشوف اخي. طبعا التحدي سيكون من طرف واحد حسب الجائزه. اذا فزمت في التحدي هذا ماذا ستقدم؟ دعوات في ظهر الغيب ان شاء الله. جميله الدعوه ما في شك. يلا اثمن من اي شيء صراحه احرجتني. يلا لكن احنا نبغى واحد يتحدى على حاجه ما حسية. نعم حاجة حسية. نعم مثل ماذا يعني؟ يعني خروف مثلا. خروف خروف صغير خروف كبير خروف وسط يعني عادي. كم يكلف الخروف؟ في احد يتحدى يا شباب؟ كم يكلف الخروف؟ تعال جاك اللي حيقدم الخروف. كم يكلف الخروف؟ تعال تعال اقعد اقعد. هذا اللي حيقدم الخروف. يلا الان التحدي بين فريق ابراهيم ياقوت وفريق اشروق. ياقوت اصر الا ان يقدم خروفا في حال ان فريقه هزم. ياقوت لماذا تحديت بهذه الطريقه؟ انا تحديت يعني صراحه. ايوه هات المايك عشان يسمع الجميع. انا ما تحديت الا اني اريد التحدي. نعم نعم وذلك الخروف ليستاهله من فاز. نعم والخروف ما بيذبح يعني كذا يعني هباء منثور. نعم الا له سبب. اكيد السبب هو يعني اذا نحن نشكر كرمك عشان الوقت. نشكر كرمك انك يعني تحديت على خروف ازروق. تمام ازروق يقبل التحدي. روح اعمل تحالفاتك مع فريقك. روح روح شوف تحدي خروف يا شباب. الحم تحافلاتي مع مين؟ روح شوف فريقك. الحم يلا تحافلاتي. طيب روح شوف فريقك. فريقي يلا ازروق يلا مقبل معاذ فارس مقداد عمر. ايوه يلا مقداد. الفريق الثالث مين؟ معاذ معاي. الفريق الثالث انت يلا معي معاذ مقداد هنا. ها فارس هنا. ابو عمر هنا. يلا شير هنا. يلا يلا مقداد يلا المعاذ شد الشبكه. فال تعال تعال فال. سامي الصافر معك. وليد معي. انت باقي وليد معي. باقي ورانا ملابس. ايش يبغى؟ حلو حلو. وليد معي. وليد معي. هنا ما شاء الله. انا انت معايا. كيف مع مين؟ ها فارس مين يا كابتن؟ لو تكلمت قبلي كان اديته اياك. متى متى متى؟ انا من بعد المؤتمر انا اتكلم ذا الكلام. اذا مو عاجبك كلامي من هنا تعلم من هناك. لا شوف 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 شوف. لا 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 بدي يزعل بدي يزعل. فوق امسك المايك امسك المايك. مقداد الشبكه ما هي الشبكه ما هي. فرق القيم اكيد. انتم اهل للمجد والمجد اهل لكم. هنا الناس من الصفقه طح. طيب مقداد مقداد حديد انا الشبكه نازله من هنا دقيقه ممكن انا احكم. ما لعب ايها المقداد تقدم يا رعاك الله واصدح بالطائره واكبسهم كبسه كبسه يرون معها صواعق. جيب لي اياها من فوقها. ابشر كره طائره الان موجوده موجوده قريبه من الالعاب قريبه من البالونات. تكفى انفخها بالمنفخ هذا. ابشر ابشر لين ما نعدل الشبكه. يلا شباب ايوه دقيقه 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 مقداد. بس بس كويس. لحظه ارفع شويه خفيف دوليد. خفيف مره بس كيف بارك الله فيك. لا ابو عمر اربط مع مين اربط بعد عيد بعد عيد. ها
خليه حاب يلعب يلا مقدار يحب بكل شغف. انا بحكم الى الله على الرداد رداد المطر يا شباب. شباب شباب كل فريق يضع خطه قبل ما تيجي الكوره. كل فريق يضع خطه قبل ما تيجي الكوره. لا مقدار لا مقدار من اول انت من هون الاول تحدثنا وليد معاك مجدين مجدين انا بلعب 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 وليد حدد معاك مجدين مجدين حدد اول تحدثنا وليد انا بلعب فريق فريق وليد طيب في قائدين عزروق ويعقوب انا حكم انا بلعب اي لا 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 انضموا انضموا يا قوت انضموا سامي موجود سامي موجود يا قوت عد السامي ضارب معاه عزروق ضارب تفضل معاد معنا معاد تعال حبيبي سامي سامي سيف معنا سيف يلا لا تقول مرة لا بس انت النص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مين معنا نحن نفوز علينا الله والله عماد عماد الله الله ايوه وحش اضرب القوي يا اخويا وما اخويا حارس المرمى اضرب جميل بالمرمى حارس المرمى عندك اوه طل 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 دقيقه دقيقه عنده عنده هو كان يدور تو يشوت لا 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 خل الآن فكرة جميلة هلو. جميلة جدا الفكرة يا سلام زياد عندك جيش هناك العب يعني أنا ألعب لكن لو أسجل لنفسي لا 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 أنا هون الطاولة الطاولة يا عمر شباب واحد يتبدل مع عماد أنا حكم أنا حكم المباراه بين فريقين هما الاسطوره اذا اعوذ يضرب بالحجره وست سامي اعوذ يضرب بالحجره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من هنا من ملعب المجره وين الكره مباراه كبيره عريقه سمينه ليست نحيفه مباراه فيها شحم وفيها لحم بسم الله نبدا فيها تقطيع للدجاج وفيها تقليب للفول مباراة لكرة يقال لها الطائرة وفي رواية باب غشب وفي رواية يقال لها طائرة ما هي الطائرة ما في شيء ثاني المهم ما لكم الطويلة هنا يعطيني صلعته من الخلف ابو غرسة يقول للخصم انا هنا وعمران هناك يلوح بالكتب ومقداد بعنفه يبقى هنا ومعاذ مغربية ماذا يفعل لي ارسل وهناك ابن ياقوت يبقى وفارس واقف يطمح لا يعلم ماذا يفعل ومعاذ مره يعطي جبارة مره يعطي ما ادري ايش علمه حتى هو وهناك السيف شباب شباب معلش هدوء بدون صوت رجاء بي سايلنت كونوا على الصامت الارسال من عند بنزاكور 0-0 تفضل نضمن 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 زبون عندي شباب سيف بن عزروق الله عليك خطي يا الله سيف الله عليك العب يا سيف حرك الكرة هلا غرزة سلام خطي اثنان طيب انظروا كيف هذا المغرب يتفاعل نعم الملعب اليسار ما شاء الله الجنان رسمي يلا يلا الرسال عندنا الرسال عندنا على ارسال هنا شباب العزروق طبعا يلعبوا في الهواء يا شباب 10 ضربات الرجال يلا تفضل يا شباب الرسال ايه الرسال عند عمر يلا من معاذ الله انا بلعب التاسيف مرفوض حلو مغرس يكمل يلا عليك ابو غرز استقبل معاذ شوف لا لا حلو يا سلام الله يا معاذ كور
لا ابو عمر لا لا يا جماعه شو شلون هذا؟ انا اللي احسب ما لقيت الكوره الحين كل هالجهد والله. هناك ابن عزروق من الجزائر مكمل التشكيله، وهنا من الاردن هذا البدوي الاصيل انه عماد صافي، ابو عمر هناك، وسيف من السودان الملقب بالكيوي، وعبد الله فال هنا من موريتانيا، المفروض هناك اربع اوكي اربع، ويلقب عبد الله بالمانجا. ولا انا هنا ايوه علي عمر سلي برا يدخل مره يطلع برا عندك واحد 1-0 ايوه ايوه لا هنا احسن يا اخي ما عاد بننزل. سلام عليك. ما عاد بننزل. 1-1 واحد ركبي والله كسلان اليوم. ابد اللي ودكم انا حاضر فيه والله. 1-1 والله بتشوف انا حاضر واللي تبغى انا حاضر. اصبر نعود من جديد الى المتعه والاثاره. استقبال يا ماذا يفعل ابن عزروق من الجزائر؟ هذا الجزائري المنشا العربي الاصل البدوي الفصيله. الله عليك يا ابن عزروق، يحب ان يذبح الخرفان ويحب ان يجلس في الحظيره دائما. انها البساطه من ابن الجزائر. استقبال خاطئ من ابو غرسه الذي يحدث لك يا شيري من منذ ان رايت هذه الصلعه ووضعك مو بالسليم. يا الهي اول مره ما شاء الله شوف بعد يستقبل الكره بصدره. شباب ما هذا الملعب فقط في الخط هذا القريب 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 هنا هنا بس هذا الملعب زين. لا لا يعني الان 4-1 والله لقطتك حلوه انت ما شاء الله مجنون انت. حلوه. يا سلام انظروا من يوجه 5-1 المقداد يوجه معاذ العيد. سبحان من عكس الايه اصبح مقداد يوجه كره مع من يا جماعه؟ هذا شعر بالكوره. 5-2 هناك ماذا السودان وحوار ونقاش ساخن مع ابن الجزائر. شوي امر طبيعي يعني مهبل. 5-3 طبيعي هذا الشيء يصير. كرة الطائرة هي كرة جميلة ولكن يبدو لي انهم ما يلعبوا كرة الطائرة يلعبوا قدم. لمستين ايوه عادي طلع. ها ماذا يفعلون؟ شو حلو عبد الله والله عليك. هذا راعي الكتب. 6-3 ما شاء الله تبارك الله طاح منا 3 مجلدات من هذه الرمية بالرد. قلنا لك يا ابن الحلال مالك الكورة، روح تكي رجع اقرا لك كتب زين لك انت اشغلتنا. يضحك يضحك مبسوط يضحك. عليش تضحك يا حبيبي؟ ضيني وخير وين ما خلص لك صار. ها غير رايك يا عمدة. 7-3 ابداع 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 علي والله ابداع هنا ما شاء الله. الشباب مبدعين ومبتعين. كرة الطائرة مطولة ارسال عالي. ايش هذا؟ 8-4 ابن المغربية ماذا يفعل؟ الكورة ارسال عالي. الله عليك يا معاذ. يا سلام 9-4 خارج الملعب. خليك هناك. الاجواء بارده للامانه. الهواء ناقص. الاجواء بارده. 10-4 ماذا برود؟ ايش تمشي؟ لان اللعبه لا قانون لها. احنا عادي نقلع. لا اصلا ما هي ارسال. ما الذي يحدث؟ ما هذه الخزعبلات؟ ما هذه الخزعبلات؟ وما هذا اللعب الفارس؟ زملائك يا فارس والله يا لعبكم كبسه. يلعب صح بل انه انه ايس كريم من برودته. يا جماعه ماذا تفعلون؟ يا لعب احد يلعب ركبته. 10-4 يا جماعه واحنا فيه وين فيه يا جماعه؟ هذه بالله ايش اللعبه هذه؟ اول مره اشوفها انا. بسميها 10-5 حلوه هذه كراعين حلوه ولا الركب؟ لعبة الركب بالكراعين كل ايدام هذا صار. ما لعبت رسالة. ركب بالكراعين كرة. الله عليك حلو. بدأ ايش اللي هذا اللعب؟ هذا مسافة بالله. هذا لعب فزاد الود بيني. لا بس انه محمد ما شاء الله عوزر. الله 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 الله. حضرت الطائرة حضرت الطائرة وحضرت الكورة وستحضر الإثارة والحماس والندية والتشويق. 13-5 لا نعلم من أين سيبدون من أين سينتهون.
احوال الطقس بارده جدا، الاشجار مقطعه، الاوراق نائمه، الجذور مجمده، والاوضاع لا تحتمل، ولكن الحماس موجود. يا ابو عمر الله يهديك انت، الله يرجعني. يلا السلام، انت بجد ركبت الحين اطيح في الملعب، حالك حال انت، الله المستعان. بس 15/7 شوف تخسيس وبعدين العب، الله يجزاك خير. 16/7 ما لك دخل باللعبه، ما لك دخل باللعبه. نعود مره اخرى من جديد. 16/7 هنا الابداع، ارسال عالي من عمر سالي، الله عليك. يجاوب هناك مين؟ الاردني ينكبهم. 16/8 قصاب ملحمة هذا الاردني، هذا ما له دخل بالكوره. هذا بيجي تحطه واعطيه ذبيحه ويقول لك قصها لك اربع خمس. جاك بعد العيد الحين 17/8 من راسنا ثلاثه بيت من الشعر. الشباب تساقط منهم الشعر ما شاء الله. انا الوالده تقول دائما يعني اليوم عندنا فقره، ما ادري حاخذ الشعر الحين. يا الله من هناك، يا الله طاقيه وصفيره وكوره، والله الاشغال كثير. يا سلام. الله 16/9 16/9 لا في مجال. 16/9 نحتاجك. يلا يا سيف. يشغلون يشغلون. 16/10 16/10 يلا بالله بالله. 16/10 نفس الزبون والله اثنين. تعال معنا. لا لا بس هو تسخين، هذا تسخين. 16/11 مرحبا. عزروك استلم. علي على علي، هذا ابن بغداد يقول انا متحمس وسالعب وسافر كثير. ارسال من مقداد، ارسال عالي، كوره استقبال من مين؟ عبد الله. لا يا سامي حلويه، يا قوت يا قوت من مقداد. الله عليك يا كيوي، الله يا ابن غرسه وصلعه حلوه، ولكن ابو صلعه ورط الشباب حلوه. هناك ماذا يفعل هناك؟ اشرف السيسي في اتصال يا شيخ. كامل كامل يا عمر. كل تعليق عندي. 1-0 1-1 يا سلام. سامي الجار الله حكم ولاعب ورئيس فريق وصاحب المكان وكلها ومدير المحتوى وقزام المجرة. 2-1 قول يا شيخ قول. 2-1 لك شو إله والله إلك. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. 2-1 شو هذا يا زلمة؟ الله عليك. عبد الله مقداد يا لعيب روح يا سامي جرى. عليم عليم. ابو عمر 3-1 رسالة إلى أشرف السيسي. أبو عمر يحتاج إلى تغيير يا شيخ، لكن ما عرفناش كيف نغيره. صاحب المكان بسم الله. أبو عمر حلو يا شيخ. تعال حلو يا شيخ. 4-1 معليش شباب معليش. أبو عمر تسخن أنا تسخن يا شيخ. يلا زبائن زبائن برا يا شيخ برا. والله زبون انت يا شيخ. 5-1 زبون ما شاء الله. انا استقبل انا استقبل انا استقبل. يلا عزروق يستقبل غير الزباين. الحمد لله. 6-2 من اول ما مدح السلام. 6-2 شباب نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو 2-2 ترتبك انتم الان. اوت اوت هدف. 6-3 عليهم عليهم. اضغطوهم اضغطوهم. 6-3 ويخرج ابراهيم راس الملعب. 6-3 علي المغربي. الله الله خلي يا شيخ خلي علي المغربي في الملعب وعلي يحاول ومقداد وعمر الشهلي. 7-4 النتيجة 7-4 7-4 يلا شباب. وبدخول علي المغربي تقدم بالنتيجة علي المغربي. وسيف زبون. الله سيف زبون متمكن. امشي حلو يا الله عليك يا علي. الله عليك يا علي. 8-4 ماذا تفعل يا علي المغربي؟ يلا عنده دفاع. 8-5 يلا يلا شباب يلا يلا علي عمل 8-5 شوشره في الملعب. الله بعيد يا اخي. ابراهيم يا قود ايش بك برا؟ كويس كويس عندك وعندي. تعال معي واحده علي. الله عليك يا علي. اوه
ثلاثة هو سلام أوه. انتم الان في مباراة قوية هدف هدف فريق ابو اعطيهم وفريق روح 8 5 يلا يلا العب ولا كلمة على الغرب شايف على بعيد ايش عرف ولا كلمة اطلع برا ايش عرف هنا صلح سنك بس لا الجاية الجاية مرة شيخ ما عليك علي يمزح يبي يمزح يمزح تعال هنا اطلع قول عليك اصرخوا الله عليك كمل عملها بن جار الله عملها سامي بن جار الله وقلب السمزم المعصرة وهذا هو كوره شفتوا كيف يا جماعه بالغرسه ماذا 9 6 ماذا هناك يا بالغرسه ماذا تفعل يا مغرب يا المغرب باع يضحك وهو مهزوم الله عليك يا سامي الرمي المتعب الله عليك ارسال علي ابن المغربي ابن المغربي الله عليك اشتغل على البرقوق احسن لك الطاجن 9 6 مالكم مال الطايره يا رجال حتى الدخيل على اللعبه الله عليك ارسال علي من سامي جار الله الله عليك يا سلام يا سلام اكمل جوا 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 هنا 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 سامي جار الله عليكم 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 هذا مقداد هذا مقداد السرعه 9 7 ها علي 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 9 7 ارسال هناك من يرسل؟ سامي جار الله يرسل مره اخرى يتوعد الفريق الاخر برميات ملتهبه الله اكبر عليك يا لا جبنا جبنا حكم دولي حسن العثماني حكم دولي 75 مباراه دوليه عندي شباب رميته ما شاء الله تبارك الله وش اسمه هذه؟ تمام شيخ تمام 7 9 ما شاء الله دائما ايوه ابو عمر احرقها يا ابو عمر ولعها يا ابو عمر الله عليك هنا هو. هي همزة الله الله عليك همزة هنا عزلوك هنا عزلوك سلام سلام يا سام حلو همزخة ابقى بغداد وصل يا عمال عملها من السودان يا شباب عملها حلوين هذا راعي حكحكة 10 7 ورا شوي ورا شوي عملها بين المغربية عملها 8 10 ما شاء الله ايوه علي يلعب حلوين ارسل علي عبد الله علي يستقبل المقال معاذ ايوه تسعه عشره حلوه ارسال من هناك عبد الله من ناحيه ثانيه علي معاذ علي اعطي سكر الله يبارك اكلهم اكل شرب شرب الله عليك يا عماد 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 الكرة من تحت كرة من تحت مشارك فيها ولا وعماد الصابر 11 9 يلا 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 يا سلام عليك الله عليك الله عليك يا شباب روح ماشي هو زلوك الزخة سلام بدأت تصدى يا سلام يا سلام عليك أحبك يا سلام سلام عليك بعدين بعدين ماذا يفعلون هؤلاء إنهم يأكلون الكرة كأكلهم 12 9 إنهم يقطعون الكرة قطع الشاورما أين المايونيز وأين المخلل وسلم لي على الشوربة بالعدس 13 9 تنعد معليش شباب معليش أنت يا الفول ليش ما نشد من أنت يا الفول نشد من هنا كم كم ترى والله بغير النقطة يا شباب اللي بيأخر بغير النقطة 13 9 أكلات متنوعة ورميات مختلفة تعال شيخ هنا فارس من اليمن والغريبة لا تنساها هناك عمر من مكة والكيوي يرسل سيف هناك كيوي
ما هذه اللعبة؟ تو تميس انت يا اخي. 14 احد يلعب لا تاخذوا الكورة يا شباب. الله يصلح حالك. شباب شباب ركز احسن لك. 14 9 هناك شوف ها يا اخي يلعب معي هذه يلعب معي هذا النكبة هذا صنع لا يعرف للطائرة تعي 10 4 وفارس يضحك وهو مهزوم ما هذه النسية 10 14 والاشجار المقطعة والاوراق النائمة هو عليك المغرب مو سهل لا 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 هذا الضارب فكس الكرة أزروق كرة باليد الله يخليك محمد أزروق لا حول ولا قوة هذا ابو صلع هذا سيف هذا انت يا زيتونة يا حلو العب اسف اعتذر من السادة المتابعة عشرة عشرة سيف ذا الله يهديه 13 عشرة هذا الكرة تزيد يده بس عزيز رجال 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 الله ها مرة ثانية النكبة ها متردد علي هنا العيد هناك عمر هنا عبد الله انت يا 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 11 16 تكنيك رمى الكرة 11 الله عليك يا ابن مكة بسيطة يا شباب الله عليك يا ابن مكة انت مبدع يا عمر هنا ماذا يفعل مغربي يا سلام يا الله يا الله رماهم بالسولو رماهم بالبيات رماهم بالسولو وبالبيات انه الكورال انه الكورال على المغربي انه الصول والبيات والقرار ذهب جميعا الى اخر عشر شوي ارسال مع ابو غرسه ابو غرسه يرسل عاليا استقبال من جار الله عزروق هناك ماذا يفعل مقداد العيد يرمي والله يا فارس العيد يا الله كرة سريعة مو عاد يا سلام تورط حلو 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 12 السوداني تورط انشق ظهره 12 17 طيب يلا عندي تعال تورط السوداني تورط جاء شد في ظهره يا سلام 15 12 الله اول مره اشوف واحد يجي شد في شعره هذا هو المقداد الوحيد في العالم الذي ياتي 18 12 غلط 70 نمله عشان يذكر شد الرجل ده متعاون فاول فاول متعاقد مع القمر 18 18 يعطيك العافيه بالعكس ما في واحد مشكله لعب ترى لعب انت جوا الملعب تسخر الطبيعه وتسخر الحشرات لعب انت جوا الملعب 13 18 ارسلوا لكم رساله جارنا حاضر دائما الله راي كتب حلو 14 18 معك حلاوه؟ اعطي ترى جديد هذه ما هي كرة طاير هذه كبسة بل انها مديدة وفي رواية فحسة كابتن تبغى لاعب هم اكثر منكم ارسل ارسل يا نجار الله تلفها يلا روح مروان حسستني انك سامي راعي 13 18 وين بتلعب؟ اخير والله ارسال لفافي تعال هنا والله يا ولد قاعد يسمعك يا سيف يا خد 13 هو تطوير ما شاء الله سيف انك واقف صراحه يعني الله عليك يا رب الله عليك يا رب 13 13 ماذا يفعل علي؟ ازوي انه بحضوره يرسل البيات والصول والقرار الامور بالصميم يا سيف اليوتيوب كبسه كيف تلعب طاير بل في روايه مع الترمس الشاهي وفي روايه مقطع كامل مدفون ابو ماجد بالله اسامي ممكن تسلم عليك وحين از هنا ابن غرسه يرسل دائما يكتبه في الارسال يا سلام على الله 14 شطر يا شباب قلنا كرة ثانية تكفون الكرة حصيلة الكرة الثانية تابعها تكفى كذا كذا الكرة الثانية قاعدين ينفخوها من اول الله عليك يا ابن غرسة ارسال العصيدة الى خارج الملعب 19 الله عليك يا ابو غرس حلو ارسال جميل ولكن العب ما انعصدت صح يحتاج الى مرق مرق يعني نعم جاك جاك سلام 16 19 يا عبد الله فاز حلو ما في ترتيب عشوائيه غابت هنا ما في كوره بس ارسال مره اخرى من عقلك
برا عبد الله هنا عبد الله لعيب يا عبد الله استقبال من المغربيين الله عليك يا معاذ 17 هنا لم ياتي معاذ العيد هنا ابيات الشعر تساقطت منه هنا لم ياتي بها كما ياتي بها عمران عمران لحد الان ثلاث مجلدات سقطت منه في هذه اللعبه خلك واقف عندك استقبال من ابو غرس النكبه 17 نقطة الله عليك يا شباب الكرة باليد من تحت رجاء يحتاج ابو غرسة الى قليل من المرق حتى يضبط للجميع الكرة باليد الله عليك يا ابو غرسة امورك طيبة ارسال عبد الله يا عليك الله عليك ايوه يا سلام واحد واحد يا مروان عشرين قالوا فيه صام صام وفطر على بصلة عبد الله بصلة عليه شباب عليه عليه 17 ويأكل يلا 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 بلا شك انه نعمة هو ولكن ازلخه لا تطلخه هناك ايوه عشان ما تخيل يلا سيف يا سلام عليك حلو 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 20 18 واحد اللي واحد ارسل سلام عليك 18 20 ما شاء الله ما يدخل مع البيبان 20 18 شكرا هو 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 صح صح هو عزروق ما شاء الله هو عبد الله راح ثلاثة واحد الله عليك ورطهم ولد المغرب ورطهم ولد المغرب حلو الله عليك هذه يفعل 21 19 فرد بسيط شباب فرد بسيط الوجني لم استطيع ان اعلق فرد بسيط الكوره كانت قويه جدا ابدع وتالق يا شباب واحد يجيب الكوره مره يصير لهم صولو مره بيات مره قرار انه الكوره لا يا اخوان انه الكوره الله كوره من تحت اليد من تحت ان شاء الله الله عليك يا علي والله ما غير يصلخهم بالكوره والشباب خلي الكوره كوره مع ابن معاذ العيد 21 19 ارسل الله عليك يو سلام عليك حلو عزروق من الجزائر حلوين عزروق 20 21 عزروق 20 21 ماذا يفعل ابن عزروق مين 21 ابدع وامتع وافهم 20 21 20 21 يلا 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 ارسل ارسل سامي ارسل اثنين عدني سكر برا شيخ لا نطلع هنا اوكي طيب استقبال مقداد فارس 21 21 عشان الوقت عشان الوقت عشان الوقت عافية العافية 21 جميع ما شاء الله عليه وراك طيبة عندي 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 هذه عندي الله عليك الله عليك مقداد وصل عملهم فطاير والحوح معليش شباب معليش 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 انتم الافضل لازمتم يا شباب شدوا حيلكم يلا الفرق واحد مو كثير يلا بس سلام تعادل ترسل عمر يحجز لك مقعد سلطان لانه العدد اثنين سلطان عجل عجل يلا عبد الله فال تكفى مضمون دقيقة دقيقة يا شباب 22 جميع ها 22 جميع عبد الله عبد الله اخي يلا شباب عندك يا شيخ عندك تعال عزروق عزروق إنها في هذه الأجواء الباردة 23 أجواء الصحيح 23 22 الأجواء الباردة أنا عدد نفسه تعدد لي يا المهم برا 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 يا سلام عليك 23 الجميع الله عليك 20 تعادل شباب شدوا حيلكم وفي اليمن هو صح 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 الله عليك حبيبي الكل قاعد يعني قريبا وعاجلا عمر يا رب العالمين اخير عمر 23 ترى بيلعب ترى بيلعب اللهم انصرهم هو هو الاخير جا 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 نعود مرة أخرى إلى هذه اللعبة اللهم صل وسلم على رسول الله الإرسال مع مقداد وهنا
الله عليك قبل ما تستقبل مو عاد ما شاء الله عليك لمس شبكة على مين الله عليك يا عمي علي واحد صفر علي يبدع ولا تعلق مبدع كالعادة واحد صفر كما عهدنا هذه اللعبة لكتين. هذا الإبداع والإمتاع السلام عليكم أخوان فاز الله شو يا عبد الله هو هو صح صح عندك شوية بشوية يا سلام الله امتاع ماذا يفعل لأنه كله يلعب تجمد من بن عمران ولكنه موجود على المعلومات صفر صفر الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن ما أجمل أن نذكر الله واحد صفر إذا رأينا ما يحبنا من أي شيء فقلت تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله عليك ابو عمر ركز يا عيال وعلى متابعين وعلى من يشاهدنا الله عليك يا مكدوه وردهم قصاب الملحمه هذا مهلك واحد واحد انت مقلوب انت ماكينه هذا ما له دخل الكوره هذا بكوله فرع ملحمه هنا خليه يبيع لحم ذا هذا عبد الله الغيثي النسخه هذا الهوى الهوى ضدنا صفر صفر وطير حق لحم هذا قطع لحم في السيف نعود صفر صفر يا شباب دقيقة لحظة نعود مرة أخرى للعب نقطتين صفر صفر لحظة لحظة إنه الإبداع وين على هنا؟ إنه الإبداع والإمتاع يلا فارس يلا يا فارس ارسل يلا فارس مين من فارس؟ يا شباب حلو الله عليك ايش هذا يا عدروب؟ ماذا حكم ما هذا البرود؟ هو يقول لحظة يا شباب ما هذا البرود؟ ما هذا البرود يا هذا الصافرة وليس الحكم الحكم هنا الحكم هنا قاعد يشخص هدوء 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 لأن في تنبيه ايش سالفته بالضبط؟ انا لا اعلم شفت كيف يقول؟ يقول قانون الطائرة المنفذ احتاج تعديل امر لا اعلم الحين مقداد هذا كريم ايش فيك؟ مقداد خليك ضارب مقداد يا حبيبي وجه حد مقداد خليك ضارب الرحمه اللي الرحمه اللي طلع هنا فارس يريد ان يرسل العب 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 ها ها فاول يلا يا شباب طبعا انتم كنتوا تتابعوا الفقره الرياضيه هي فقره دائما تاتي وقت العصر او الظهريه لكن سكان المجره في هذا البرنامج عندهم فترات كثيرة تبدأ دائما بالدورات التدريبية وعندنا أيضا فترات كثيرة منها الديوانية منها الفقرات الثنائية عندنا التحديات بين الثلاثة فرق البرنامج المجرة في ثلاث فرق إعلاميين منشدين ممثلين دائما بينهم تحديات إضافة إلى المسابقات الفردية والجماعية بين الفرق طبعا كثير من الفقرات قلنا لكم من البرنامج يبدأ بثه من 2 الظهر إلى 12 بالليل حافل هذا البرنامج الواقعي بكثير من الأشياء الجميلة اللي تابعونا على القناة العامة يعني 20 دقيقة إلى 30 دقيقة فقط تشاهدوا هذا البرنامج حتى تتعرفوا على المحتوى الجميل اللي فيه أتمنى شخصيا أنكم تنضموا معنا في شبكة المجد الفضائية حتى تتابعوا البرنامج من أوله إلى آخره بقى معنا دقيقة تقريبا ونودعكم وإن شاء الله نشوفكم في ربط آخر بين قناة المجد العامة وقناة ماشا إحدى قنوات المجد الفضائية يا سلام يا سيف يا خطير يا كبير اللعبة واضحة اثنين اثنين ولا ايه اللعبة واضحة والله يا عماد لعبة من جديد اللعبة واضحة من الذي يحدث لا نعلم يا ربي عفوك ارضاك يا كريم كرة الطائرة ما زالت مستمرة لا لا ما انتهى انتهى الشوط الله عليكم يا مبدعين درجة الحرارة الآن درجة الحرارة يا اخواني الشوط الأول الشوط الأول تعادل وتعادل مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة الآن حنلعب على نقطتين حتى ينتهي الشوط الأول الجو ما شاء الله تبارك الله بارد 1-0 أجواء باردة من شايف الكورة برجلها صراحة يعني صفر صفر ما شاء الله جاء برد خلفي كورة مع عمر سهلي ارسال حلو يوازن هم متعدلين الشباب مبدعين الشباب متألقين 1-0 والله الاجواء باردة يا اخوان الاجواء باردة باردة جدا هذه النقطة ولكن الحماس موجود
غير 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 هذا جاي عشان غير غير يجيب خلينا ننفخ يجيب خلينا ننفخ لا بد الواحد يدفع يا جماعه عشان ننفخ الكوره في وقت البرد الله عليك يا ابن يا ابن الاردن لا ما اخذيت هذا والله جيب الله عليك كمل ابراهيم جودو سباحه ركوب الخيل يا تو تاركين الابراهيم ركوب الخيل جنبات ابو ماجد تكفى يا صب القهوه ترى هذه مقصوده كلمنا بشر صب القهوه سوي بيض 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 هو كويس مال سوي بيض خلاص تعال تعال الله عليك ايش تغيرت زيادة شرطة خلص فريق اعطي المعلم انا ضارب معك انا اصير انا الصحفي الوسط يلا ان شاء الله شوف كل الصحفي يا اخوي ما شافوا شيء شكرا على البيض يعطيك العافية شكرا لدعمكم ووضع البيض امامه والله ينسي البيض والله يشتكي في البيض انا اللي يفوزنا يا اخي بس البيض نفس البيض الحين بروح اخذ لي راح اخذ لي دافور واسوي لي بيضتين عيوني حبه قلبك الحين بروح اشوف يا علاء عندنا ابغى اسوي بيض حكم بيض مقلي حيدخل عليه نلعب في دافور دافور فيه اعتذر عزيزي المشاهدين خرجتوا على المباراه كفو ولكن البرد والجوع هو من يحكم حكم هذا اللقاء كفو يا ولد لا والله عسل يا مروان بيض بيض ابي اسوي بيض انا ما نلعب انا اول مره عبد الله عبد الله ما يحتاج كلام جيب لي اربع بيض المطبخ واحد صفر يا وليد كيف؟ ابي يعطونا الكوره منسمه برجعها انا برجعها اسوي بيض ثوبي ثوبي اسوي ثلاثة صفر اصبر ثلاثة صفر ثلاثة صفر طب الجهاز قاعدين خرجنا عن المباراة ذهبنا لاحظوا القوة في يا شباب يا شباب تكفون الكورة لا تلمسوها برجلكم صوت تكفون تكفون عبد الله فال ابو ربع ها يبغى اربع عشر يا سامي اربع عشر اربع عشر اربع عشر يا ابو ربع عمران الاركاني يلا وليد خمسه اصفر خمسه اصفر خمسه اصفر خمسه اصفر خمسه اصفر خمسه اصفر يا شباب لا 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 والله ما ينفع والله ما ينفع الكورة أصلاً تعبانة قاعدين تشوتوها برجليكم خمسة أصلاً وليد بصالح انضغط يا شيخ ما الذي يعطي دمام الكرة خارج الملعب لا يعرف ولا شيء هذا السوداني خمسة واحد خمسة واحد يا حكم حكم اللي يشوت الكرة برجله نقطة عليه على طول امشي امشي تم تم العاب الله هو انتبه تمام عندك شوي الكرة مرة تعبانة يا جماعة حبيب الله الملك يا سيف تعال والله سيف حلو ايوه جيب يا الكره ما يلعب اي كره علي ممكن يضربها انا بطل 71 ممكن يمشيها بعد ثلاث ساعات من مروان حقك مروان ساطور علي علي يلعب الكره انا ممكن اطلع معاه علي ارمي الحكم يا هو ممكن يجيب الكره المكان هذا الجزار يا شيخ سوى كذا تمام الجزار ايوه مروان كنك ما شاء الله رجلك خلي خلي الجزار يا شيخ الله يسلمك جزاك الله خير الله يرحم مجلدات كذا سوي كذا يقرا كتاب لا حل راتبك تعال 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 ايشاك المينه عوضت المخدات ولا ما عوضت المخدات حبيبي حبيبي مخدوم الرابطه يلا يلا شباب كل لعب والله تحسن اللعب انا صرت احتفل انا بعيد انا بعيد انا بعيد عزروق ايوه عزروق حاجي عزروق انت خمسة شباب يا جماعه الوضعيه حيل كوي يلا يلا يا اخويا لبس عليك كيوي سطور بس الناس الشمس ما غربت الشمس
كفو شباب 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 ايش الوقت يا سلام عمر الاركان يرسل يلا يا حاج يا ولد ماشي سته شكله يا جماعه اليوم نزل اي والله المدح الزايد ترى يجيب لي موضوع الجزار غيره الله يشوف ما شاء الله حقي حقي من اول كان يغير مكانه العطب ما شاء الله ملك يا علي وملك يا علي يا ملك يا شباب الكوره والله انه مو قريب مني والله جابها سيف كوره من بعيد يا زكور تعال يا ولد هاي سيف انت خلى علي بقلاوة شوف شوف استقلال تحقروني والله ما شوف شيء كبسة بالبشاميل هاي